بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله والحمد لله. خوتي هنا كاين تاع ماجور ميطاسيون، كاين هنا زوج فيمالات ومرض حاجة شابة وخادمين ومخرجين الفروخة ما شاء الله. يعني اللي يتبع الفيديو تاع الأخ إسماعيل هو يشوف الفروخة تاع ليجان اللي كانوا يخرجوا، الله يبارك. الحمد لله وكاين ناس ما شاء الله داوهم الحمد لله. المهم هنايا في هذا الاخر كاين زوج فيمالات ومال، الله يبارك. اللي طالب على عليه يتصل برقم الهاتف من فضله هذا. وكاين هنا يعني كاينه فيماله في الاغاط ما شاء الله، هاي جاية بلبلو في صدرها. وهذه راح خدمة دونيش، خدمت مع الأولى 5 بيضات وزادت 2 حبات بيض، ولكن خرجوا أبلو. علاش؟ خاطرش المال ماشي واجد. وهي ما شاء الله خوتي، اللي طالب عليه يتصل بالرقم الهاتف. وكاين هذه هاي في مالة حاجة شابة رايحة الأوروج، هاي خارجة من السقاط، هاي خارجة من السقاط هاي لك، الله يبارك ما شاء الله. شوفوا خوتي كيفاش دايرة، هذه الله يبارك ثاني خرجت الفلوخة ما شاء الله. هذه في مالة هاي مخا راها مسكينة تخلع من البورطابل كي راها تشوف تصور فيها. المهم شوفوا الله يبارك كيفاش دايرة خوتي، الله يبارك. هاي خارجة من السقاط يا خويا، اللي حب يديها من يعني منها جاي تهلا فيها، منها تخدم له ان شاء الله، تخرج له الفروخه كما خرجوا ذوق في الصيف هذا في الربيع. الله يبارك يا خويا، اللي يحتاج يتصل. نعم هايدا خوتي. المهم هايدا خوتي شوفوا، هم كاينين زوج الله يبارك ومالو في مال بالقرزة ما شاء الله. شوفوا خوتي ها هم داو يسقطوا الله يبارك، ها ما شاء الله بالقرزة وبفرتين بيوضة الله يبارك. هذه الفيمالة اللي راها ما بغاتش تحرك، هاي تحركت تحتاني الله يبارك، هاو البيو الله يبارك، هاو في مجرد أسبوع هاوليك هذه إفيني الله يبارك ما شاء الله، خيرات ما شاء الله. هايدا يعني شوفوا خوتي الله يبارك ما شاء الله، يعني قرزة ما شاء الله. هذه الفيمالة ها شوفوا خوتي ما شاء الله، الله يبارك ها ها ما شاء الله. هاي دايرة شوفها، هاي راح دير بلبلو جود فرتيها الله يبارك. عندها ثلاثة، عندها ثلاثة منا هاو ثلاثة، وعندها ثلاثة منا تما عندها 6 ليزون البيوضة الله يبارك. هاي بدات تسقط ما شاء الله خوتي ها، شوف هاي الحمرة الكحولة ما شاء الله، القرزة الله يبارك، البلو ها شوف الله يبارك ها ما شاء الله، في مال الله يبارك ما شاء الله. خوتي اللي طالبة عليه بسم الله ها بالقرزة ما شاء الله. وهنا دوك هاو كاين المال ثاني الله يبارك، هاو مطلع يعني خير من الفيمالة ما شاء الله، ورايح الفيني الله يبارك، بمجرد أسبوع رايح الفيني هذا المال والله يبارك خارج ما شاء الله. شوفوا خوتي ها شوفوا ها هاي شوفوا القرزة الله يبارك كيفاش طالع، شوفوا الله يبارك تعال المال الأحقاب ما شاء الله ما شاء الله. شوفوا الله يبارك ها شوفوا خوتي ها زي شوفوا ها بالكولي ها بالأبيض ها الله يبارك، ها الأبيض كبر القرزة الله يبارك جات ولا كبيرة، ها مازالو ديما يبيعها في أسبوع ها بدا يسقط يعني ها الله يبارك، ها راح بدا يفيني. ها ليزونغ الثاني خوتي ها ها عندو هذا وشنو المال، عندو ثلاثة ليزونغ، ثلاثة ليزونغ وعندو من هنايا ها كاين فيهم شوية الأبيض، مثلا هذا فيه نص، هذا فيه شوية، هذا فيه، هذا ما فيهش، وهذا من الرابع اللي في هذا ما فيش. المهم ثلاثة هذو قاعدين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله.
نبدأ الفيديو إن شاء الله. خوتي اللي طالب عليه الطاره بنزوي الله خوتي هاوليك الله يبارك. كاين هنا زوج لي مال يعني ما شاء الله، خاصة هذا منا هذا عنده الهرموني مقنين الله يبارك، وعنده يعني الفيميلة تاعو وزوج فروخان تاعو ثاني إن شاء الله. ذوك شوية هذا راح نوريه لكم بالفيديو الله يبارك. وكاين هذا الله يبارك ثاني ما شاء الله كوبلور كناريه من يعني يخرجوا لي ميلي ما شاء الله، يعني ما شاء الله يخرجوا لي ميلي يخرجوا خاصة إلى كوبليتو كما نقولوا في مالا كناريه جاسب دوب ديليسيو ولا سامبل ديليسيو ثاني مليح يخرجوا لك لي ميلي ما شاء الله. يعني اللي يحب يخدم يعني ما شاء الله عليك راهم تشوف الله يبارك راهم خرجوا من الصفات ما شاء الله راهم مستفيد خاصة ها شاء الله يبارك. هذا ثاني خرج شاء الله يبارك ما شاء الله ها. وهذا المال اللي راني نصور لكم دوكا هذايا عنده الفروخة تاعو والفيمالة تاعو هاهم ليك الله يبارك. الفيمالة تاعو هاي في المونجوار هاي تاعها يا خاطر راه شميسة منا الله يبارك هاهم ليك زوج فروخة والفيمالة الله يبارك زوج فروخة الله يبارك ما شاء الله. الفروخة راهم بداو يقصيو في زوج لي مال ثاني هذه هي الله يبارك خوتي خويا اللي طالب عليه مرحبا به، وخاصة يعني الحمد لله راهم ما شاء الله يعني وهنا كاينين زوج فروخة تاع مقنين تاع الكاجا خوتي هادو في مالات الله يبارك راهم عندهم راهم في الربع شهور الله يبارك هم داو يسقطوا راهم تقريبا لي 10 مليون ها شوف خوتي الله يبارك ها واقفين الله يبارك باقيين ما شاء الله ربع شهور يعني اللي يحب يخدم يعني الربع هذا الجاي ان شاء الله باذن الله باذن الله عز وجل احنا نقولوا كلش نقولوا كلش باذن الله عز وجل يعني يخدم باذن الله زوج في مالات ما شاء الله خاصة اللي يتهلا فيهم ها الله يبارك شوفوا خاطي ها يعني قرب الكاميرا ما شاء الله شوفوا خاطي ها الله يبارك ما شاء الله ها يا خالتي والحمد لله. ومازال لنا عندنا مقام الليجر مازال لنا واحد خمس حبات ها يبارك هم يكبو سونتي ما شاء الله يعني شوية في الحقيقة راهم بركشي شوية ماشي حاجة ولكن ما شاء الله اللي مار في خمسة ما شاء الله اللي يحتاج مرحبا به ويعيط لنا في الرقم الهاتف إن شاء الله ونتهلاو فيكم إن شاء الله. ومازال الخير خالتي مازال الخير إن شاء الله مازال الخير أدعو لنا إن شاء الله رب العالمين يوفقنا لما يحبه ويرضاه يعني لما يحبه ويرضاه للعمل العمل الصالح ها عمل العلم النافع والعمل الصالح صالح لأن هما صلاح الإنسان في هذه الحياة الدنيا. بارك الله فيكم خوتي أنا درت لكم يعني فيديو عليهم والسلام عليكم. اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارحمنا برحمتك يا رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.